مرحبا بكم الناس الكل في قناتنا الرياضية التونسية مراد العقبي. لو عاش فريق تونسي آخر مشاكل النادي الأفريقي لن دثر وانتهى. أشاد المدرب مراد العقبي بقيمة جماهير الأفريقي ورجاله، وذلك في تصريح صحفي اليوم، حيث أكد العقبي بالقول أنه لو عاش فريق تونسي آخر كبير نفس مشاكل فريق باب جديد لن دثر وانتهى حسب رأيه، لكن الأحمر والأبيض قوي ومتماسك بفضل أبناء المعروفين بحبهم وغيرتهم على فريقهم النادي الأفريقي.